بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة والنهارده هنتكلم معاكم برضو عن العلف لا حول ولا قوة بالله العلي العظيم. علشان التجار عايزين يبيعوا وخلاص. يا جماعة بلاش علف موحد. اشتروا علفكم من أقرب مزرعة ليكم. حد يقول لك إن علفه موحد بيلبي كل الاحتياجات مفيش الكلام ده. والأمهات ليها علف بروتينه 18% والفطام لهم علف بروتينه 16% طب الموحد هيخدم مين؟ طب هل الموحد هيخدم الامهات على حساب الفطام؟ ام هيخدم الفطام على حساب الامهات وقلنا قبل سابق يعني سبب موت الاجنه في في بطن الامهات بان الأم لا يصلها بروتين 18% والامه لا يصل لها طاقه تعادل 2550 كيلو 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 كيلو, 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 كيلو كيلو اللي هو يعني الطاقة طب نقص حمض الفوليك نقص فيتامين د مرض الأم الشديد أثناء الحمل بمعنى إن الأم مريضة غير قادرة على الحمل درجة الحرارة مرتفعة مرتفعة وتستمر الأيام كل دي خلل من العلف يا ريت نعرف ونفهم الموضوع ده لأن طبعا أنت لما بيكون علفك ما يعني متزن بيغذي الأم سواء كانت مترضع مثلا أو هي أو هي مثلا عشار فدايما تديها شيء مقابل ان هو يحسن صحتها ويخليها طيب كويسه. عشان يعني انا مثلا بدي ام مثلا فابروتين بروتين مثلا 16% اثر على 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 الاجنه اللي في طب هي هتنجح معايا ازاي؟ فدي نقطه نخلي بالنا منها يعني لان انت كده بتضر بتضر الارنب اللي انت بتربيه. ولا انا ده اله ولا ولا ده حيوان مثلا لحم ودم لازم نديله الطاقه اللي تغذيه. انت لو جعان يا اخي بتلاقي نفسك بدينك بتروح تزود اكل وتاكل. ونجيب اكل كويس ليك و يارب يكون وصلنا معلومه